السلام عليكم، معاكم قناة روحانيات ست البيت 2. النهاردة وبطريقة سهلة كده هنعمل كشف سريع ومبسط، أو هنعمل قراءة سهلة عن طريق اختيارين. الاختيارين هنعملهم عن طريق المية، وهضيف شوية مكونات كده أو حاجات بسيطة على المية، وهعمل لك قراية بسيطة وسهلة خالص في خلال دقائق. هتقدر تعرفي هو بيتك بيعاني من سحر أو من حسد، بيتي بيعاني من مشاكل من أنهي نوع، وإزاي كمان هتحليها. هقولك الحل ليها، أو هقولك على طريقة الحل اللي برضو بسرعة جدا هتقدري بيها تتخلصي من سواء سحر أو حسد، حتى لو كان السحر ده قديم جدا 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 عندك، أو النظرة والحسد دي ليها فترة وسنين مش قادرة تتخلصي منها عن طريق القراية دي أو عن طريق الكشف ده. ببساطة جدا هقدر أخلصك منها بإذن الله. خلاص، النهاردة عاملين اختيارين، وزي ما اتفقنا القراءات دي طبعا مش بتنطبق على كل الناس، فانت خدي اللي بيفيدك والموجود عندك صح، تمام، وسيبي اللي مش منطبق عليك. اكيد في حد بيسمع القراءة هيكون منطبق عليه. في اختيارين قدامكم، والاختيارين على المية. هبدأ في اول مبدأ القراية الواحد واحد كده، هو زي ما انتم شايفين هبدأ اضيف المكونات دي على المية. ده بالنسبة للقراءة الأولى أو القراءة رقم 10. فلو أنت اخترتي القراءة رقم 10 هنبدأ بسم الله نسمي ونبدأ نشوف الكوباية. طبعا زي ما قلت لكم احنا هنضيف بالطريقة دي، خلاص، وهنبدأ نقرأ ونسمي الله بسم الله. طبعا لو أنت صاحبة القراءة رقم 10 سمي الله في قلبك وعلى لسانك كتير جدا قبل ما تسمع اللي أنا هقوله لك. ده المكون اللي احنا حطيناه ده ملح، سواء ملح صخري او ملح طعام، فده في النهاية ملح. خلاص كده، القراءة دي طبعا للرجال والسيدات، عشان في ناس كتير بتسألني انت محددة للسيدات او للرجال فقط او للسيدات فقط، هي القراءة للاتنين. بالنسبة للقراءة رقم 1، اول شيء انت بتعاني من يعني بتتكلمي في البيت او في قلب بيتك، بتتكلمي على موضوع ان انت عندك حسد كتير، او كمان شاكة ان عندك سحر، ولسه ليكي شوية يمكن متكلمة مع حد في الموضوع ده، ودايما بترددي في قلب البيت، وده غلط جدا، وده غلط جدا ان انت تعمليه اساسا، ان انت دايما بتتكلمي على موضوع انا عندي سحر او عندي حسد او عندي الاتنين، انا بعاني. او دايما لما بتدخل عندك اي اموال او اي رزق، اول حاجة بتخطر في بالك او بتقوليها بينك وبين، سواء لو انت متزوجة في البيت او بينك وبين اهلك، اول حاجة بتقوليها هي احنا محسودين، او دايما الرزق بيجي وراه مشاكل، او دايما لما بفرح بحاجة بيجي وراها مصيبة. انت دايما بترددي بينك وبين نفسك الكلام ده، ده غلط جدا. خلاص، ده غلط جدا جدا لو انت بتعملي كده، ده غلط. ده اول حاجة. طيب انت من الناس برضو، او انت من الناس اللي عندك حتة بيتك مفتوح للغريب والقريب، تمام، بيتك دايما او بيتك دايما مفتوح للغريب والقريب، يعني مش عامل حدود بينك وبين الناس. في ناس كتير بتدخل، او انت عايشة او انت عايش في بيت عيلة، فبالتالي بابك تقريبا مش بتقفل 24 ساعة، وانت نفسك بتتضايق من الموضوع ده، او بتتضايق من الموضوع ده احيانا، ولكن بترجع تقول لنفسك لا، ما احنا في بيت عيلة، فبترجعي تقولي لنفسك لا، ما ينفعش اقفل بابي، ده احنا في بيت عيلة يعني، او لا ما ينفعش، ما كل اللي داخل ده احنا عارفينه. وبرضو ده من الحاجات الغلط اللي انت او انت بتعملها. طيب كمان انت من الناس اللي بتحبي تنامي على الضلمة، يعني ما تحبيش تنوري اي انوار في الأوضة اللي انت نايمة فيها، وتقريبا كده عندك وسواس اسمه لا انا اطفي النور، او نور البيت كده دايما بيكون مطفي، فبتحبي تنامي على الضلمة،
وفيكي عادة دايما، فيكي عادة دايما بتحبي لما تغسلي الهدوم بتاعتك، او لما تغسلي الهدوم بتاعتك يعني ما بتحبيش اللي هو ايه ان انتي تنشريها قدام الناس. عندك زي ما بقولك وسواس، وسواس اسمه بالنسبة للقراءة الأولى للناس اللي اختارت القراءة الأولى أو رقم 10. طيب، انت دايما موضوع الحسد والسحر او ان انت بتعاني من حسد في بيتك شديد جدا، او الناس بتبصلك في رزقك دايما عندك، يعني دايما بتقوليه في قلب البيت دايما، اول حتى ما يدخل اي رزق في بيتك كده هو دايما اول حاجة بتقوليها هي ان احنا محسودين، او ان احنا هنتحسد، او ان انا داري الفلوس دي، او ان انا ما ينفعش ابينها لا على لبس ولا على اكل. اول حاجة بتخطر في بالك، تمام؟ يعني بمعنى اصح دايما كلامك عن الحسد والسحر، حتى لما بتيجي تتكلمي مع حد مقرب ليكي سواء انت ست طبعا او راجل، بتلاقي اول حاجة بتتكلموا فيها هي ان احنا محسودين، او انا محسودة، او حصل لي الاسبوع اللي فات مش عارفة ايه، او الايام اللي فاتت كنت بعاني جدا، والكلام ده. وده طبعا غلط، وعلى فكرة اغلب الناس اللي انت بتقعدي معاهم وتحكي لهم هم تقريبا واحد او اتنين، يعني هم دول اللي بيبصولك في حياتك اصلا. فكشف ورقك، يعني لما تكشفي ورقك للناس اللي اصلا سبب الحسد في بيتك او السحر، فده اصلا بيكون سبب انه المشاكل اللي انت فيها بتزيد. خلاص. تاني حاجة انا ملاحظاها هنا ان انت من نوعية الناس اللي بتنامي على الضلمة، بتحبي الضلمة، متحبيش حتى اي اباجورة جنبك تكون منورة شوية، بتحبي دايما تنامي على الضلمة. وبتحبي، وعلى فكرة علم الأرقام ده معناه انه يعني رقم 10 في علم الأرقام، انا عايزة اقولك انه من خلال، يعني انا مش هاخدلك بموضوع علم الأرقام هنا رقم 10 بيبين ايه، لكن انا من احساسي كده عايزة اقولك انه الايام اللي جاية، او انتي من الناس المحبوبة جدا 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 للناس اللي حواليكي، رغم ان انتي بتعاني من حسد، واغلب الحسد او النظرة اللي عندك او السحر اللي انا في الاخر هحددهولك ده علشان محبة الناس ليكي. خلاص. وعايزة اقولك ان الايام اللي جاية ربنا هيرزقك رزق عمرك ما كنتي تتوقعي او عمرك ما كنتي تتخيليه. خلاص. فبلاش موضوع ان انا محسودة، وبلاش موضوع ان انا مسحورة، وبلاش الكلام الكتير عن الموضوع ده، وخصوصا في قلب بيتك. خلاص. زي ما قلت لك انت من الناس، برضو انا عايزة اركز لك على الموضوع ده، انت من الناس اللي زي ما قلت لك كده بتنامي على الضلمة، بتحب الضلمة، وعندك وسواس برضو موضوع الضلمة ده، اللي هو بعد البيت ما بينام، سواء انت بنوتة كده في بيت عيلة، او انت ست متزوجة يعني ومعاكي ولادك، عندك موضوع اللي هو ايه، بتقومي تطفي انوار البيت كلها، وده غلط. ده غلط. من اول حاجة هقولها لك، او اول حاجة هقولها لك من طرق العلاج، ان انت تخلي دايما نور الحمام والمطبخ مفتوحين، ما تكفريهمش، حتى لو انت هتكفري انوار البيت كله، ولو انت بتقولي لا ده انا بسيبهم مفتوحين دول ومش بكفلهم وكل الكلام ده، على الاقل سيبي واحدة فيهم، لان انا شايفة ان انت بتكفري كله، وده بيضايق اصلا الطاقة اللي في البيت، او بيضايق لان احنا مش عايشين في الدنيا لوحدينا. خلاص.
احنا مش عايشين في الدنيا لوحدينا، فانا عايزاكي ما تطفيش الانوار، ما تكونش دي عندك عاده، ماشي طفي النور اللي انتي نايمه عليه، ولو حسيتي في يوم من الايام ان انتي قومتي بسبب كابوس قومي افتح النور ونامي عليه. خلاص، شغلي دايما سورة البقرة من بعد العصر، شغلي دايما سورة البقرة من بعد العصر، واقرأي دايما سورة صاد، اقرأيها كاملة. طبعا مش كل يوم هتقولي لا كل يوم تجيلي عليا، طيب اقرأيها مرتين في الأسبوع سورة صاد. خلاص، سورة البقرة من بعد العصر، مش في الليل، يعني مش تبدأيها في الليل ولا في الصبح، من بعد العصر. خلاص كده، وانتي من الناس اللي عندك موضوع الحسد والسحر هو بس اللي وسواس، لكن لا في حسد ولا في سحر، انتي في عليكي عيون كتير جدا جدا جدا، وفي مشاكل وعكوسات في حياتك بسبب ان انتي بتكفل النور كتير ومش بتحبي تنامي او تنومي اهل البيت على النور، وده بيضايق ناس كتير جدا. خلاص، او بيضايق حد كتير جدا من الموضوع ده، من الحاجات اللي حواليك او طاقة البيت عموما. وعايز اقولك ان كمان محبة الناس ليكي او اللي حواليكي ليكي الكثيرة جدا، او قرايبك او اهلك، او انت محببة في اخواتك اصلا، لامك لابوكي، اخواتك بيحبوكي جدا، ده اللي مديك يعني شوية نكد في البيت، شوية نكد، لكن انت حالتك كويسة خالص، مفيش مشاكل نهائيا عندك، الا بس موضوع ان انت بتتكلمي في الموضوع ده كتير. خلاص، فزي ما قلت لك الناس اللي اختاروا القراءة رقم 5، يعني القراءة التانية، تمام، خدوا بالكم من القراءة دي او من الرقم ده عموما، شايفين ما انا بقول لكم خدوا بالكم. طيب، سمي الله، عشان انت مش بتسمي الله كتير، سمي الله كتير جدا، انت مش بتسمي الله دايما وبتنسي حتى اثناء الاكل، يعني وانت بتاكلي كده بتنسي تسمي الله، وده غلط. سمي الله، سمي الله دايما دايما دايما، ولما تيجي تفتحي على الهدوم بتاعتك، يعني طالعة او خارجة، وطبعا الكلام ده لو انت بنوتة او ست متزوجة او راجل، اي حد بيسمعني، لما تيجي طالع او طالعة وتفتح الدولاب بتاعك تسمي الله، تمام، وبلاش موضوع بلاش موضوع ان انتي تروحي عند حد من المقربين سرح شعرك، او ان انتي تبدلي هدوم مع بعض انتي وصحابك، او انت وصحابك، او مثلا انتي متزوجة مع اختك، مع اي حد. على فكرة عايز اقول لكم على الموضوع ده، حاجة اكبر المشاكل والكوارث اللي بتحصل الجلدية، او اللي بتتعلق حتى بأعراض بس بسيطة كده للسحر والحسد في البيت، بتكون من موضوع ان انتي لا تقولي ده من وانا وصغيرة، وانا وبنت خالتي مثلا بنبدل الهدوم بتاعتنا، او لحد ما اتجوزنا وكبرنا كده وخلفنا برضو لازم اي حاجة تعجبني من جارتي، من اي حد، هاتي والنبي البسها اطلع بيها شوفها عليا. كل الكلام ده غلط، اقفل الباب ده احسن. خلاص، الهدوم اللي انت بتلبسيها ده بيكون هدوم واحده، يعني قريبتك او اختك او اي حد، او ممكن تكوني انت بتلبسي مع بنتك في البيت مثلا. خلاص، انا بمثل لك، يعني الانسان ده اللي انت بتلبسي منه مش ليه قرين، زي ما انت مليكي، فانت ما تضريش نفسك، لان ممكن يكون هو عنده مشاكل تتنجلك عن طريق اللبس، او تحصل لك مشاكل عن طريق غيره التابع، او كل الكلام ده. فبلاش الموضوع ده، وبلاش انت واضح ان انت شعرك طويل او شعرك حلو، فدايما كده بتفرديه لما بتروحي عند حد او عند حد مقرب، او بتوقفي بيه قدام المراية كتير. خلاص، انت عليكي كم حسد لا تتوقعي ولا تتخيلي. خلاص، لا تتوقعي ولا تتخيلي كم حسد، كتير جدا 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 جدا. وحسد اللي هو مش الحسد العادي ده، لا، اللي هو الحسد بتاع اللي هو يعني لما حد مثلا بتتجاب سيرتك كده في قعدات بين 3 او 4
او بين، يعني لو انت مثلا راجل بتجيب سيرتك كده بين كام واحد كده اللي هو ايه ده معاه كذا، او مفيش مشاكل في حياته، يا عم ده عايش حياته او عايشة حياتها تمام خلاص، بنية الحقد والغل. يعني هما في كلامهم، ومفيش واحد صراحة، مفيش واحد بينصفك او بينصفك من ضمن الناس دي، هما كلهم كده حتى لما بتعدي قدامهم كده، وبيعملوا مقارنات عليك على فكرة، يعني شايفين حياة فلان وحياة فلان، او حياة فلانة وحياة فلانة، دي شايفين دي مثلا عندها ودي ما عندهاش خالص. عارفين حتة الحقد والغل دي اللي ساعات حد بيجي يقولها لك في وشك، يعني سبحان الله، ممكن حد يجي يقولها لك في وشك عادي خالص وما يخافش عادي. عفوا، خلاص كده. فانت عندك حسد شديد، واعراضه كمان ممكن تكون عندك اقوى من اعراض السحر. عندك مشاكل جلدية، عندك مشاكل في فروة شعرك، عندك مشاكل في رجليكي، عندك مشاكل كمان لو انت متجوزة، حتى لو عندك يعني انت سنك كبير مثلا، في حد من اطفالك في البيت من عيالك بيعاني من هو صغير، بيعاني جدا. طيب بص، انت هتعملي ايه؟ اللي هيأكد لك كلامي او هيأكد لك المشكلة دي، وهعمل لكم فيديو عن الموضوع ده مخصوص، هتختاري مكان تقعدي فيه في البيت يكون عشوائي، مكان كده انت ما تفكريش قبلها بثلاث دقائق ان انت هتقعدي فيه، يعني تفكري دقيقة واحدة انا هقعد هنا وخلاص هتقعدي خلاص. ومن المكان ده اللي انت قاعدة فيه هتعدي 7 خطوات، اقصد مش اجبار، 7 خطوات برجلك، الخطوات العادية ما تفتحيش رجلك خالص، 7 اجبار برجلك، 7 خطوات اقصد، يعني مصرة الكلمة تطلع اجبار، دي بنعملها على الهدوم، لكن دي خطوات. وبعد ما وقفت الوقفة اللي انا قلت لك عليها دي، اللي انت اخترتيها في دقيقة واحدة كده، قررتي خلاص في دقيقة هتوقف في فين، ويستحسن يكون في نص البيت بتاعك، هتبدأ تخطي 7 خطوات، 7 خطوات تعديهم على ايديكي، وال7 خطوات دول لو عديتيهم، بعد ما تعديهم لو عديتيهم لقيتيهم كاملين لحد باب الشقة، يعني لحد ما انت واقفة مثلا عديتي 7 خطوات ولقيتي نفسك وصلتي لباب الشقة، يبقى انت محسودة، وكل الكلام اللي انا قلته لك خلاص كده حسد، وانا هقول لك هتعمل ايه. لكن لو لقيتيه ازود بكتير، فاضل فيه خطوات تاني بعد ال7 خطوات عشان توصل لباب شقتك، لباب الشقه مش باب الاوضه، خلاص يبقى انت لا، ده سحر، وهقول لك كمان تعملي فيه. طيب في الحالتين الاتنين، سواء حسد او سحر، هتعملي ايه؟ هتجيبي كوبايه ميه، كوبايه الميه دي تحطي فيها ذره بسيطه، ذره بسيطه جدا لا تسكر، من الحنه البيضه، ذرة بسيطة لا تسكر من الحنة البيضة، وتقدر تجيبيها من أي حتة الحنة البيضة دي، تقلبيها ذرة زي الذرة يا بصوا، يعني أقل من ربع المعلقة بكتير، تقلبيها كويس وتشربيها عايزة أقولك إنه كل يوم كده بعد صلاة العشاء، كل يوم بعد صلاة العشاء يعني بعد الساعة 8، هتداومي عليها لمدة أسبوع. إذا لقيتي نفسك يعني بتنزل حاجات منك سمرة أو كل الكلام ده، فاعرفي إن السحر ده أنت شربتيه. إذا لقيتي فيه حاجات بتظهر في بيتك، نقط كده على الأرضيات، زي ملح مرشوش على الأرض، فده كان مرشوش في بيتك. أما لو كان حسد فهينتهي خالص. طبعا أي حاجة أنت مش فاهماها اكتبيها لي في التعليقات، او اكتبيها لي في تعليق باذن الله، وانا هرد عليكي لو انت مش فاهمه طريقه العلاج، لان انا زي ما قلت لكم انا هقول لك الحاله وهقول لك عندك ايه بالظبط في قلب بيتك، وهقول لك كمان ازاي تعالجي. اتمنى ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو، وانتظروا فيديوهات كتير زي دي الايام اللي جايه.
اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، أشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.